أنا في تونس ناشطة نسوية وضد العنصرية، الشيء هذا يعرضني إلى مواجهات مع الناس. ليه عم نحس إنه منصات التواصل الاجتماعي تحولت أحياناً لنشر خطاب من الكراهية؟ ألف كومنت إجاتش على البوست اللي نزلتيه، طب شو كانت العبارات اللي يتوجهون فيها إلك؟ كلامنا واعن. الأحد 10:00 بتوقيت السعودية على MBC 1.